طيب نتعرف أكثر على الأستاذ محمد. الاسم بالكامل محمد حمدان بن جرش السويدي، مدير عام المدينة الجامعية بالشارقة، مدير عام مسارح الشارقة سابقا. بخصوص طبعا مشاركاتي المجتمعية، أنا عضو في مجلس إدارة منتدى الشارقة للتطوير، وعضو مجلس إدارة في مجلس أولياء أمور مدينة الشارقة، وعضو مجلس إدارة في نادي الشارقة الرياضي الثقافي. بخصوص النادي أيضا، أنا مشرف على الألعاب الفردية اللي هي التايكواندو والكاراتيه وألعاب القوى والسباحة، وأيضا رئيس اللجنة الثقافية في نادي الشارقة. طيب، إيش أحوال الممارسة الرياضية عند المرأة الإماراتية؟ في الحقيقة دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد، وبالأخص نذكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان هيان رحمه الله زايد الخير، ركز على بناء الإنسان، ولذلك نجد بأن ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في خططها الاستراتيجية قائمة على التنمية الشمولية، وعلى أيضا إعطاء المرأة فرصة، فنجدها في الوزارات أيضا على المستوى الوزاري، يعني تقلدت مناصب قيادية، وفي أيضا المجال الإبداعي المرأة لها نصيب الأسد، أيضا تشارك وتساهم في جميع المجالات يعني القيادية. فدولة الإمارات العربية المتحدة لها الحمد، دولة تشجع على الإبداع. شعارنا، شعار الحكومة، دائما التميز ودائما الرقم واحد، فلذلك نجد بأن المؤشرات العالمية تتناول الإمارات كنموذج سواء في الاقتصاد، سواء في الرياضة، سواء في الحياة الكريمة للمواطنين ولكل من يقيم على أرض الإمارات الطيبة. زايد رحمه الله بنى علاقة طيبة مع جميع الدول، ورسخ فينا نحن كمواطني دولة الإمارات المتحدة حب الخير أينما كنا. لابد أن نترك بصمة طيبة مع إخواننا في الدول العربية بالذات، يعني رسخوا فينا عملية العروبة والانتماء لهذا الوطن. فلذلك لما جاءت هذه الدعوة لنا نحن شخصيا نتيجة لدورنا في التنمية الثقافية، وعلى ترأسنا سابقا لمؤسسة ثقافية، ونجاحنا لله الحمد على مشاهد جميع في إدارة هذه المؤسسة، لما تلقتها الدعوة لحضورنا هنا لتقديم ورقة بعنوان طبعا دور الفنون في تنمية المجتمع مسارح الشارقة نموذجا، وتكريمنا أيضا من ضمن الشخصيات التي سيتم تكريمها. قد أكون الوحيد هنا، لست فنانا وإنما أتيت بالمطلق الإدارة الثقافية، لنقدم أيضا تجربتنا في إدارة المؤسسة، لأن هنا التكامل، يعني أن تكون هنا مثقفا، أن تكون معبرا عن الفن الذي تحبه، سواء فن تشكيلي، سواء عزف على بيانو، يعني الموسيقى بأجناسها، الكاتب كذا، أن يجتمعوا، فكلهم يجتمعوا على حب اللقاء، حب تبادل الأفكار، تقبل الآخر أيضا. هنا نجد بأن شعار الملتقى هذا هو الذي شد انتباهي، يعني ثقافات متعددة في وطن واحد، يعني هذا ما جعلني أؤكد على حضوري وعلى أن أتحمل مصاريف الرحلة هذه في سبيل أن ألتقي مع الإخوة والأخوات هنا، نتعرف على بعض بما يقدمونه من ندوات، من أفكار، من ورش متنوعة، سواء لذوي الاحتياجات الخاصة، للأطفال، للكبار، يعني هذه فرصة أيضا لأن نرى ونطلع على تجارب الآخرين، والأهم من ذلك أن توثق هذه التجربة، لأن أعتبرها تجربة، لأن هي قد تكون يعني سياحة ثقافية للاطلاع على تجارب الآخرين من مختلف البلدان، ولكن أيضا لابد أن نخرج بتوصيات لا تكون فقط يعني مع انتهاء الملتقى تنتهي، لا، وإنما تكون بداية تحضير للملتقى الثاني. لابد أن نضع له شعار معين، ماذا سيكون شعار هذا الملتقى، ما هي أهدافه، ما هي الأشياء التي من الممكن
أن يتم تناولها في كمحاور في الملتقى القادم، لأن لابد التحضير الجيد يؤدي إلى نجاح. سبحان الله، ما تقوله أجده مرتبط مع السؤال الذي أطرحه، يعني هذا حس إداري. هذا حس إداري لابد. يعني أين تجد يعني أو هل يصح القول أنه ينبغي الفصل ما بين ما هو إداري وما هو مجالات أخرى؟ يعني واش يمكن طرح السؤال، أو هل يمكن أن أطرح سؤال ما تفعله كمكون في مجال إداري؟ ما علاقتك بالفن مثلا، أو ما علاقة الإداري بالاقتصاد، أو ما علاقته بالطب؟ يعني هل هذا سؤال صحيح أصلا؟ سأقول لك شيئا، يعني دائما هناك مقولة تقول بأن سبب أي نجاح فني سببه النجاح الإداري. أنت لما عندما تتحدثين عن الوقت، هناك دورات تقدم اللي عن إدارة الوقت، عن إدارة الذات، حتى الذات الداخلي إدارتها. فبالتالي أي تدير الشيء أنت تسيره كما تريد. التخطيط الاستراتيجي هذا نابع من الإدارة، علم الإدارة. الإدارة فيها إدارة الوقت، الأهداف، ما هي الأهداف المرجوة، كيف تصل إلى هذه الأهداف، ماذا وراء هذه الأهداف، النتائج، التقييم، نجد كل هذا يعني في علم الإدارة. فعندما أتينا نحن إلى إدارة مسارح الشارقة، قالوا هذا الشاب القادم من عالم الإدارة إلى عالم الفن، عالم المسرح، ماذا سيفعل؟ فبالتالي استخدمت المهارات الإدارية للوصول حتى على مستوى، عندما كنا نتحدث معك قبل قليل ونحن نتمشى هنا يعني بين أروقة هذا المنتجع الجميل، موضوع الرياضة، موضوع لا، فأنا وصلت حتى في الرياضة إلى مدير منتخب الإمارات لكرة القدم، وألفت كتاب دليل إداري الناجح، وأسميته صغار اليوم صانعون بيد الغد. وأعني بصغار اليوم لا أعني فقط الصغار، لا، وإنما الشخص قد يبدأ صغيرا ولكن له أحلام كبيرة. كيف حقق هذه الأحلام؟ من حق أي شخص مبدع أن يحلم، ولكن لابد أن يكون واقعيا. عندما تشرق الشمس وتغازلك بأشعتها الذهبية، هنا لابد أن يكون لديك تفاؤل وسعادة وأيضا طموح بأن تحقق ما رأيته في هذا الحلم. قد تحققه 100% وقد تحقق جزء منه، ولكن في النهاية أي نجاح تحققه فهذا يعتبر نجاح لذاتك، لرغباتك. وتعلمنا أيضا في حياتنا بأن عندما تصل إلى القمة ليست هذه النهاية، لا، أو أن تعيش نشوة النجاح وتنسى، لا. وأيضا في علم الإدارة تعلمنا شيء، في الطبيعة عندما تعتلي أي قمة وتصل إلى الهرم تكون قمة باردة، ولكن في علم الإدارة كلما صعدت إلى مناصب عليا تجد القمة ساخنة. فليس أي شخص يستطيع أن يبقى على هذه القمة إلا فورت بركان، إلا من لديه القوة والإرادة. فلذلك ليس كلنا نتميز ولا كلنا يحقق نجاحات، منا من يسقط أو من يكتفي بسلم معين ويكتفي بهذا، ومنا من يحب دائما أن يبقى في يعني أسفل، يحب دائما أن يكون في الظل. ولكن من يريد أن يتميز لابد أن يتعرض للتحديات دائما. نحول يعني دائما أردد هذه الجملة: الحياة لا تخلو من العقبات، والعقبات نستخدمها كعتبات ندوس عليها لنصل إلى أهدافنا، ولكل مجتهد نصيب. لنفكر بإيجابية ونحول عقبة الفشل إلى قبعة نجاح. فعندما نتناول حتى في أي قصص الشخصيات الناجحة سواء أو رموز، سنجدهم بأنهم أخفقوا في البداية ولكنهم حققوا نجاحات، سواء من فنان، من أديب. حتى إذا أتينا الآن، طبعا نحن في وقت يعني المغرب أو قريب أن تظلم الدنيا، نحتاج إلى النور. من صنع هذا النور الصناعي؟ الكهرباء، المصباح، أديسون، صحيح؟ صح. لم يكمل دراسته، تعرض للسخرية في المدرسة وتم طرده وكذا، ولكن هو الذي أنار العالم. سبحان الله. نعم. سبحان الله. فبالتالي الإنجازات أو النجاح دائما يتطلب الصبر. النجاح قاسي، لا يحب أي شخص يلامسه،
كالحسناء ليس أي شخص يعني يستطيع أن يخطبها. فلذلك صبر، عزيمة، والمحاولة، أن لا تيأس. اليأس هو الشبح الذي إما إذا 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 لقي في داخل الإنسان بيئة مناسبة له، هذا الشبح سيكبر وألد يعني أعداء الإنسان بداخله. اليأس، اليأس هذا إذا تغلغل في نفس الإنسان سنجده مشلول، لا يستطيع أن يفعل أي شيء يعني. طيب نرجع للملتقى، ما انطباعك حول الملتقى؟ الملتقى كفكرة، فكرة جميلة ورائعة وأهدافها نبيلة جدا، أن تكون هناك محاور متنوعة من كافة الفنون. وشيء جميل أن أيضا دعوتنا أن نكون أيضا من جانب أيضا الإدارة الثقافية ومعلها، لأن المؤسسات متكاملة، هناك فنان والفنان يريد جمهور، وأيضا دور المؤسسات أيضا في تبني هذه المواهب. ونركز أيضا على موضوع رعاية الموهوبين، أيضا هذه مهمة جدا. قد يكون هناك فنان طبعا وجد طريقة إلى الشهرة فبالتالي هو اسم معروف، ولكن صناعة طبعا صف ثاني وثالث، نعم استكشاف أهم شيء، استكشاف المبدع أي كان في أي مجال، سواء في الكتابة الإبداعية، سواء في الفن التشكيلي، في الموسيقى اكتشافه، وأيضا وضع خطة منهجية لكي يستمر في تأهيل وتطوير هذا المبدع لكي يصل إلى مراتب يعني تنافسية في على مستوى العالم، وليس فقط يعني على المستوى المحلي، لأن دائما الدول تقاس يعني بإنجازاتها وليس فقط بإنجازاتها ماذا حققت. بالتالي لازم أن يكون لدينا يعني نظرة مستقبلية وأهداف لأن نصنع يعني أشخاص وأفراد متميزين بفنهم بإبداعاتهم لكي ننافس الدول الأخرى، وخصوصا عندما تتوافر الإمكانيات وتوافر الدعم وما شابه ذلك من المنظومة. أستاذ محمد شكرا جزيلا.